الاهلاويه بيحبوا كابتن سيد لما يقول الكلام معين في وقت معين، شايفين ان هو ده اللي بيدافع عننا وهو ده كذا وكذا، الباقي بيتضايق جدا. انت بتتابع سوشيال ميديا؟ بتحب؟ لا انا ما عنديش حاجه يعني، مش انا بيقولوا لي كل 3 4 5 ايام مثلا واحد من اصحابي مثلا يقول لي ليك صفحه على الفيسبوك، ليك في الصفحه مش عارف ايه باسمك وحاجات كتير من الموضوع ده يعني كفيسبوك وكده. لا انا عمري ما كان ليا صفحه على لكن الفيسبوك او مالكش ولا اي ليا حاجه. انستجرام ولا ليا، انا اخري واتساب اخري، هو ده اخري في السوشيال ميديا كلها يعني. ومش الواتساب مش السوشيال ميديا، لكن هي في النهايه عندي على تليفوني الخاص، اعرف مين اللي جاي اللي بيبعت لي وانا ببعت لمين. لكن تواصل ما بقولش ان ده غلط، ده هو ده العصر اللي انت فيه، بس انا ما نفسيا ما ببقاش مرتاح قوي. ضغط، هي بتحط الحد في ضغوطات لا كبيرة. ما ببقاش يعني مرتاح لو خدت انطباع عنك مثلا، تمام، من كلمه انت قلتيها في فتره ما مثلا في حاله ما عندك، فخدت انطباع عنك اوكي، مش هو حياتك مش هو شخصك، فده بيضايقني يعني. ممكن اخد انطباع وحش عن واحد هو كويس جدا، او العكس صحيح، ممكن تاخد انطباع رائع جدا عن واحد بيتكلم كويس قوي ويطلع فيديوهات هايله وبيعمل بشكل كويس، لكن هو على المستوى الحقيقي ولا اي حاجه. مش كده، تمام. انا بحب اخد انطباع عن واحد انا عاشرته، يعني اخد الانطباع اللي انا عاشرته بيه، شفتك في مواقفك وشفتك في ردود افعالك وشفتك في فرحك وشفتك في غضبك وشفتك مع اصحابك وشفتك مع قرايبك، فتقدر تدي حكم عليه. اقدر ادي حكم عليه. دلوقتي ده عكس تماما اللعيبه دلوقتي الموجودين مهتمين بشكل كبير بالسوشيال ميديا، منهم اللي بيصرح، منهم اللي بيقول، ومنهم اللي بس بيتابع. انت ما بتقولهمش، ما تتكلمش معاهم كاخ حتى كبير انه ابعدوا عن السوشيال ميديا، دي ممكن تاثر عليكم وعلى لعبكم ومستواكم في والله الملعب. بص، انا اميل في الاول ان في حاجه اسمها فن التوجيه، ان انا اوجهك ازاي لحاجه انا عايزها، تمام. دي واحده. اتنين، يعني لو انا خدت انطباع عن حاجه ولقيت فلان بيكلمني وفلان بيكلمني او بقرا لفلان او بخش اشوف فلان بيقول ايه وبخش اشوف فلان بيقول ايه، مليار في الميه مقاييس ومعايير القرار اللي عندي اللي بسببه انا خدتها هتتغير، تمام. وانا ما بحبش كده يعني، انا احب اخد القرار مع نفسي، يعني اخد القرار وانا مقتنع تماما بالاحداث بالظروف بالمشاهد اللي انا شفتها، مش اللي اتقالت لي. في فرق ان انا باخد راي حد، يعني لما اخد راي حد انا باخد راي واحد مهني، حد يعني انا اثق فيه تماما مثلا يعني، فاخد رايه لان هو مهني، لكن مش هاخد واحد من منظور هو ما مارسش الحته ديت ولا كان عنده خبرات في الحته، فممكن يتكلم بشكل عاطفي، تمام. والعشم في الشغل مش مطلوب يعني. أكيد. ممكن نفترض ان في اتنين عملوا مشكله، تمام، واحد الجمهور بيحبه جدا وواحد الجمهور ما بيحبوش، خلاص، وهما الاتنين عملوا نفس المشكله وبقت معروفه على الميديا عند الناس كلها المشكلتين، لو الجمهور ما بيحبش فلان يعني فانت خدت معاه قرار خلاص ما فيش مشكله. لو الجمهور بيحب فلان وتعاطف معاه بس هو عمل نفس المشكله، انا كمسؤول ما اقدرش ما ادلوش نفس العقوبه، ما اقدرش، لان لما هقفل الباب ده، تمام، اللي عمل المشكله الاول هيجي لي، اكيد مظبوط. مظبوط. مش ممكن تحترم نفسك انت وانت بتدي له مبرر انت مش مقتنع بيه، اكيد. فبالتالي انت بتشوف الاول هل ده حصل قبل كده ولا لا، وكانت عقوبته او وكانت عقوبته توابع ايه، بتاعته ايه. لان انا يهمني جدا الاوضه جوه تكون مستقره، ما يهمنيش تحبني ولا ما تحبنيش، دي ده جزء يخصك يعني. في القلوب فيها ألفة يعني، واحد ممكن يبقى كويس قوي لكن مش على هواك يعني، ما بتحبوش يعني، وواحد تاني يعني لا اي حاجة انت بتعملها بيحبك اوكي، لكن بتحبني او بتكرهني دي حاجة تخصك انت. المهم انا صح ولا غلط. المهم لا تحترمني جدا، لا ده عمل معايا كذا، ده عمل معايا كذا، انا بسمعها بودني يعني واحنا ماشيين كده يعني. ممكن اقول له ايه، بص انا عملت، ما تحاولش يعني ايه، يعني هي حصلت معايا، تمام، وانا عقوبتي كانت كذا، فانت ما تحاولش بقى يعني، هي هتاخدها. دي من الحاجات اللي بتبسطني لان المعايير بقى واحد يعني، خلاص انت بقيت عارف طالما انت عملت كذا، تمام، انت عقوبتك هتبقى كذا لانها اتكررت قبل. هي دي شخصية النادي الاهلي عموما يعني، هو ده اللي منجح النادي الاهلي.